كيكة البطاطس. كيكة البطاطس يعني إيه يا نورة؟ إيه هي مقاديري؟ تعالوا ما نشوف. عندي البطاطس، بطاطس مسلوقة ومهروسة زي ما إحنا شايفينها. عندنا الكريمة اللباني، توم، جبنة شيدر مبشور، فراخ تقطيع الشاورما، وعندنا بصل مبشور، عندي كمان فلفل ألوان والهوت صوص وصوص الرانش، وكمان جبنة موتزاريلا ورقائق الذرة. الناتشوس مقطعينها مع بعض زي ما احنا شايفين، بصوا ازاي بالطريقة الجميلة دي، وكلها نكهات عشان هي بطعم الجبنة. صوص الرانش بيتعمل ازاي؟ مقاديره هتنزل دلوقتي قدامكم، عبارة عن التوم، الملح، البقدونس، المايونيز، ولبن زبادي، وكمان الخل الأبيض. أول حاجة هعملها إن أنا عايزة أشوح الشاورما بتاعتي. هجيب هنا الزيت، هنحط مع بعض الزيت، هجيب حتة من التوم كده، والبصلة، زي ما احنا شايفين كده تدبل البصلة، وهجيب الفراخ اهو، فراخ الشاورما كده، تاخد تشويحة حلوة. هحط معاها ملح وفلفل، ونقلب بقى تقليبة جميلة كده، وعلى ما تتشوح وتستوي نعمل مع بعض ايه البطاطس. البطاطس هحط هنا شوية زيت صغيرين قوي، حلو. هحط التوم، وأول ما التومة تحمر تقدح كده شوية معايا، هنزل معاها البطاطس مع الكريمة اهو كده، الشاورما بتاعتنا، وهحط معاها الفلفل المشكل، يستووا مع بعض كده. الله 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 على الجمال. وتعالوا هجيب معاكم هنا البطاطس بتاعتي كده، حطينا شوية زيت مع حتة تومة، وهجيب الملح والفلفل للبطاطس والملح كده، ايه زي ما احنا شايفين. هجيب بقى هنا شوية كريمة، نص كوباية مش كتير، وايه نقلبها. الله الله، هجيب الجبنة الشيدر وهتتحط مع البطاطس، ومعاهم رشة تانية من الكريمة. تعالوا بقى نروق هنا. يلا أنا كده بقلب معاكم، والجبنة بقى إيه الشادر دي تسيح جوه البطاطس بتاعتنا الحلوة قوي. بصوا الجمال أهو، زي ما احنا شايفين كده البطاطس عندي انا ايه جمعتها حلو. تعالوا نجيب بقى الايه البايركس بتاعنا، واحط فيه البطاطس. نعمل اول طبقة بتاعتنا من كيكة البطاطس كده كده، نعمل على قد ايه البايركس بتاعنا ما هياخد. عندنا برضو الشاورما اخدت السوا، وهسيبها كمان تكمل بقيت السوا، عايزينها تبقى مستوية كويس. هجيب الناتشوز بتاعتي وهديها طبقة، بصوا جميلة ازاي كريسبي. احنا ايه
يلا هجيب الفراخ بتاعتي. بصوا بقى زي ما اتفقنا عايزين دايما نعمل اكلات متنوعه حلوه مختلفه، ودي تخش تاخد السوا في الفرن اهو. هنحط بقى الجبنه الموتزاريلا على الوش كده، ندخلها الفرن تبقى كريسبي كده وحلوه وجميله، ورشه كمان من الناتشوز بتاعتنا اهو معاها. بصوا بقى الجمال. يلا ندخل الفرن مع بعض اهو. طريقتين لتقديم الوصفه دي هعمله معاكم دلوقتي حالا اهو كده. يلا عندي هنا البطاطس بتاعتي، البطاطس بتاعتي اللي احنا لسه عاملينها، نعملها كده. بصوا بقى الجمال. وزي ما اتفقنا احنا دايما نفكر في تقديم الحاجات المختلفة الجديدة. هجيب هنا الناتشوس وهعمل هنا كده اهو، والفراخ بتاعتنا الجميلة اهي، شاورما الفراخ. بصوا بقى طالعه حلوه ازاي اهو. صوص الرانش بتاعنا كده تمام، وايه هيتحط على الوش كده كده زي ما احنا شايفين، واحلى كيك بطاطس تتقدم سبايسي حلوه جدا، والرانش مع السبايسي بيهدي الجو قوي قوي قوي. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.